بداية قبل ما نتكلم على الأعراض نعرف السادة المشاهدين بطبيعة هذا المرض التصلب المتعدد. التصلب المتعدد أو المالتيبل سكليروزز أو اختصارا بنقول عليه الام اس ده عبارة عن مرض بيحصل فيه خلل في جهاز المناعة. المناعة بتاعت جسمنا المفروض إنها متظبطة إنها تهاجم الميكروب أو الجسم الغريب عشان تتخلص منه، إنما هي عارفة روحها فما بتهاجمش أي جزء من أجزاء الجسم. لو حصل خلل في أي وقت في جهاز المناعة فابتدى يتعرف على الجسم على إنه ميكروب أو جسم غريب عشان نتخلص منه اسمه مرض مناعي. لو المناعة هجمت المخ والأعصاب أو اللي بنسميه الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي اللي في الفقرات العنقية والظهرية، بالذات حاجة بنسميها الغلاف الأبيض أو المادة البيضاء أو الميلين، دي بنسميها مرض الام اس أو التصلب المتعدد. المناعة لا زايدة ولا ناقصة، هي بس مختلة، يعني مش عارفة نفسها من الغير. طيب مصطلحات كتير مؤخرا بقت موجودة وبقت الناس بتسمع عن أمراض ما كناش متعودين عليها، ام اس، فبروماليجيا، مش عارفة ايه، كلها حاجات نفس الحاجات لها، يعني مش عارفة طبعا نفس الأعراض ولا لا، حضرتك اللي هتقولنا، لكن كلها حاجات لها علاقة بالأعصاب ولها علاقة بالجهاز المناعي، ما نبقاش عارفين نفرق بين المرض والمرض ونتجه لأنهي دكتور علشان يقدر يحدد لنا احنا فعلا تعبانين ومرهقين وجسمنا واجعنا ولا لا احنا عندنا حقيقي مشكلة ومحتاجين ان احنا نتعالج او مش سؤال. نتعالج ان احنا نخفف الاعراض، لان انا عارفه ان ملوش علاج. كويس قوي يا منى، هو ضروري بس ان احنا نفهم ان الاعراض دي ممكن تيجي في سن الشباب من الجنسين، الستات بره مصر ضعف الرجاله، جوه مصر 3 أضعاف الرجاله، فمن كل 100 شخص هيجي له التصلب المتعدد 70% منهم هيكونوا سيدات. عادة مرض الام اس او التصلب المتعدد بيبتدي في سن من 18 ل 40 سنة، ده بداية المرض. الاعراض مشكلتها ان هي بتتشابه مع حاجات تانية كتير، بمعنى انه ممكن يجي بتمييل سواء في الوجه او جزء من الجسم، يجي بزغللة في النظر او انعدام رؤية او عين مشوشرة او ازدواج الصورة، ممكن يجي بمشاكل حركية، مشاكل في الاتزان، ايديا ترعش، اتطوح وانا ماشي، يبتدي يبقى عندي شوية مشاكل في التحكم في الإخراج، ممكن يبقى فيه مشاكل في الإحساس، يعني جزء مش حاسس بيه كويس، ألم مع حركة الرقبة أو توطية الرقبة. الحاجات دي ممكن إن هي تبقى حاجة من أعراض التصلب المتعدد. طبعا يهمنا جدا في المرحلة دي إن أي شاب أو شابة في سن الشباب أو السن الصغير يبتدي يشتكي من أعراض خاصة بالتصلب المتعدد إن هو يتوجه لطبيب باطني مخ وأعصاب. لما نتوجه لطبيب باطني مخ وأعصاب هيبتدي يطلب مننا فحوصات، هيبتدي يطلب مننا نوع من أنواع المعرفة، يعني إزاي بيتم التشخيص، على أساس إيه؟ هل بنعمل أشعة؟ هل بنعمل أي شيء؟ ولا بتبقى محتاجة بقى تحاليل يا دكتورة؟ هي أول حاجة وأهم حاجة هو الفحص الإكلينيكي أو الفحص السريري، بمعنى إن أهم حاجة إن الشخص ده لما يتوجه للدكتور إن الدكتور يحطه على سرير الكشف ويكشف عليه، لأن لازم نلاقي ما يدل على إن في أعراض خاصة بالجهاز العصبي المركزي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن إحنا طبعًا نسهل عملية الفحوصات، ده بيطلب له رنين مغناطيسي على المخ وعلى الفقرات العنقية والظهرية بالصبغة، ممكن نعمل تحاليل معملية، وفي كتير من الأحيان لسهولة التشخيص وسرعته بنطلب حاجة اسمها بذل نخاعي.